السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي، كيفكم؟ شو أخباركم؟ اليوم بهذا الفيديو أصدقائي راح أشرح لكم كمان عن تطبيق مع أثبات سحب، يعني أكثر تقريبا ما يقارب $20 من هذا التطبيق. مثل ما شايفين حاليا هون انا ساحب $8 $5 $5. طبعا اصدقائي مثل ما شايفين بيدعم سحب البايبل، يعني تطبيق رائع جدا وبامكانكم تسحبوا منه وفيه طرق عديده للسحب. اصدقائي رح نحكي عن التطبيق اليوم، هو تطبيقنا هو تطبيق البيتورو. تمام، في عندكم شركه الالعاب اصدقائي مثل ما شايفين، طبعا ما رح اقدر ادخل للشركه لاني انا ماني مشغل في بي ان، راح يطلعوا لي بالليفل. طبعا انا بشتغل على التطبيق من اكثر من جهاز اصدقائي، يعني كل حساب بتسويه داخل هذا التطبيق وبتشتغل على شركه العاب ممكن تاخذ منه 10 لل $5 اقل شيء اصدقائي. مثل ما شايفين حبايبي في عندكم شركات تانية داخل هذا التطبيق، على سبيل المثال عندنا شركه الادجت ميديا، وفي عندنا شركه الادجيم، وفي عندنا شركه الهانج ماي ادز والادجت، وفي عندنا الادسنس ميديا. اصدقائي حاليا انا راح اشغل في بي ان وارجع اكمل معكم الفيديو. اوكي اصدقائي حاليا انا شغلت الفي بي ان على دولة امريكا. مثل ما شايفين هون اصدقائي في عندكم شركات، على سبيل المثال خلينا ندخل على شركة الادسنس ميديا. طبعا اصدقائي النقاط عالية جدا بهذا التطبيق، النقاط عالية جدا بهذا التطبيق. اصدقائي راح نشوف العروض بشركة الادسنس ميديا، لكن اول شيء راح اطلع من التطبيق وارجع ادخل لحتى يسحب شبكة الفي بي ان. اوكي حبايبي مثل ما شايفين حاليا رح ندخل. طبعا اول شركة اصدقائي هدول شركات استطلاع، يلي الشركات عفوا يلي علمت لكم عليهم هدول كلياتهم شركات استطلاع. تمام، كلياتهم شركات استطلاع بتحسنوا انتو تستفيدوا من هدول الشركات. طبعا اصدقائي في عنا شركة الادسنس ميديا، رح ندخل على الشركة اصدقائي ورح نشوف العروض داخل الشركة. مثل ما شايفين اصدقائي بهذا التطبيق حلق راح نشوف نقاط السحب. طبعا كل 1000 نقطة يساوي $1 داخل هذا التطبيق، يعني في عندكم عروض ب$1، في عندكم عروض ب$2. راح نروح اصدقائي على الشركة اللي بعدها وهي شركة الادجيم. طبعا اصدقائي اللي بيقدروا يشتغلوا على شركة الادجيم داخل هذا التطبيق بيقدروا يستفيدوا كتير بشكل كبير جدا، لاني النقاط عالية جدا، يعني هذا العرض عليه $21، هذا العرض عليه $45، عرض المست بلاي عليه $1 تقريبا. مثل ما شايفين هذا العرض عليه 1800، يعني $2 تقريبا. وفي عندكم عروض تانية مثل ما شايفين اصدقائي، في عندك عروض عليهم $7 وفي عروض عندك عليهم $6. يعني اصدقائي اقل عروض بتنفذوهم بتسحبوا $1 بكل سهولة. مثل ما شايفين هون في عندكم عرض الفري كاش كمان ب$9، في عندكم عرض الماتش ماستر ب$1.5 اصدقائي، وفي عندكم عروض كثيرة بخانة الادجيم بامكانكم تشتغلوا عليهم هاي العروض وتجمعوا من خلال هاي العروض. في عنا شركة اللي بعدها اصدقائي هي شركة الادجت ميديا. طبعا اصدقائي شركة الادجت ميديا مثل ما شايفين هون راح ننتظر حتى تفتح معنا الواجهة ونشوف عروض شركة الادجت ميديا. مثل ما شايفين هذا العرض ب$18,000، هذا العرض هون عندكم ب$1200 وهون 5000، يعني كل عرض بتنفذه تقريبا بيعطيك اكثر من $1. مثل ما شايفين على سبيل المثال عندكم هذا العرض 18000، يعني تقريبا 18 دولار، وفي عندكم عروض تانية اصدقائي مثل ما شايفين. طبعا حكيت عن طريقة انه كيف انتو تتخطوا الرقم بالادجت ميديا، حكيت عن الطريقة انه كيف تتخطوا الرقم بشركة الادجت ميديا بتلاقوه بالفيديوهات السابقة. اصدقائي في عنا كمان شركة الهانج ماي ادز. شركة الهانج ماي ادز اصدقائي كمان فيها عروض، لكن ما فيها عروض كثيرة مثل لما يكون حساب نظامي، بعتقد انه الحساب مشيول منه بعض العروض. رح ننتظر لتفتح معنا الواجهة اصدقائي ونشوف مع بعض العروض. مثل ما شايفين حبايبي في عندكم هدول العروض بالادجت ميديا، في عندكم عرض الكازينو هذا ب$9000، يعني تقريبا $9، في عندكم عرض البورد كينجز ب$9، في عندكم عرض النورد في بي ان ب$6300، طبعا هذا اشتراك. في عندكم هذا العرض كمان اصدقائي، هذا العرض انا حكيت عنه الجيم اوف
سلاتنز، طبعا عليه اصدقائي 5000 نقطة، يعني ما يقارب الـ5 دولار. وفي عندكم هون الريس اوف كيندوم، طبعا مثل ما شايفين عليها 4200، يعني 4 دولار. وفي عندكم عرض الهيرفست لاند، اصدقائي بيعطي 3 دولار، وكمان عرض الفري كاش متوفر بهي الشركة. في عندكم كمان اصدقائي شركة الويندوز، يعني فيه شركات بتقدروا انتم تجمعوا نقاط بكل سهولة. وبالنسبة للناس اللي بتحب تشتغل على الاستطلاعات، اسعار الاستطلاعات فيه يعني بصراحة غالية جدا وعالية ورائعة جدا، بتستفيدوا منها بكل سهولة. طبعا اصدقائي الويندوز بتظهر معكم بهذا الشكل على امريكا، اذا بتغيروا دولة الفي بي ان بتظهر معكم بشكل نظامي، اوكي. فهذه هي المشكلة من الويندوز. يعني هذا العرض اصدقائي انا شرحت عليه من قبل، تقريبا هذا العرض بيعطي 4 دولار. طبعا مثل ما حكيت، كل ما عليكم بس تغيروا السيرف او تغيروا الدولة على غير امريكا حتى يظهر عندكم عروض. أصدقائي بالنسبة لطرق السحب من هذا التطبيق، في عندكم هون راح أروح على خانة الشوب. في عنا أصدقائي طرق سحب كتيرة. أول شي عنا البيتكوين، في عندك البايبل ابتداء من 1 دولار بألف نقطة، وفي عندكم البيتكوين 1 دولار كمان 1000 نقطة، وفي عندكم أمازون ابتداء من 20,000 20 دولار، وفي عندكم الجوجل بلاي ابتداء من 10,000 نقطة 10 دولار، وفي عندكم بطاقات أمريكية. يعني أصدقائي بتقدروا انتو تكسبوا بايبل او بيتكوين بكل سهولة من هذا التطبيق. وان شاء الله اصدقائي راح نستمر بشرح التطبيقات اللي انا بسحب منها والتطبيقات الموثوقة حتى الكل يشتغل ويستفيد باذن الله تعالى. واصدقائي ان شاء الله بالفيديوهات القادمة راح نشرح لكم عن شركة الالعاب، عن طرق انه كيف تشغلوا شركة الالعاب بطريقة سهلة. وان شاء الله راح نشوف لكم كمان موضوع السيرفرات بالماستريوم او البروكسيات بالفيديوهات القادمة. لا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك القناة، وان شاء الله بشوفكم في الفيديوهات.